بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب قابل التوب، الرحمن الرحيم يقبل التوبة عن عباده، وهو القائل في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته، مرحبا بكم في عدد وحلقة جديدة من برنامجكم حديث الروح. نتدبر القرآن الكريم ونتعمق في معانيه، نستلهم المواعظ والعبر والعظات، نتذوق الفن الجميل الرفيع ونستمتع به، نسمو بأذواقكم وأذواقنا بالاستماع لأرفع وأرقى أنواع الشعر والحكمة. كل ذلك مشاهدين الأعزاء في حديث الروح، فمرحبا بكم جميعا في هذه الصحراء. باسمكم أرحب بمشائخنا وأساتذتنا الأفاضل الذين سيفيدوننا وسيمتعوننا في هذه الصحراء بإذن الله تعالى. على يميني فضيلة الشيخ، الشيخ موسى عزوني، أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذ طه، أهلا بك وبالإخوة الأكارم المرافق لنا في البرنامج. طبعا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى شيخ موسى. أستاذ إسماعيل سعدي شاعر، أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل، مرحبا بكم. أهلا وسهلا أستاذ طه، مرحبا وشكرا على استجابتكم للدعوة. نرحب بالفنان منشد طارق جنان للمرة الثانية يحضر معنا في برنامجنا حديث الروح، أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ طه، وهذا شيء شرفني، مرحبا بالحضور الكرام. أهلا وسهلا بك والشرف لنا. نرحب بمرافقي أيضا للبرنامج فنان أستاذ يوسف سلطاني، أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف. أهلا وسهلا أخي طه، مرحبا بك. تحية إليك، شكرا على هذه المقدمة الجميلة، وتحية إلى كل الضيوف الحاضرين معنا. العفو، شكرا جزيلا لكم. كما نرحب بفرقة سماع التي تمتعنا دائما في برنامج حديث الروح بقيادة وتلحين وبقيادة وتدريب الأستاذ يوسف سلطاني، وقد لحن الكثير من الأعمال التي تقدم، منها طبعا نشيد الشارة أو الجينيريك حديث الروح. فشكرا جزيلا أستاذنا على هذه الإضافات الفنية المهمة في برنامج حديث الروح. سنتحدث عن الدعاء في هذه الصحراء بإذن الله تبارك وتعالى، انطلاقا من آيات كريمة ننصت إليها بصوت المقرئ محمود علي البنا. ننصت لهذه الآيات ثم
معكم مشاهدينا الاعزاء الى هذه الايات الكريمات من سوره ال عمران بصوت الشيخ المقرئ محمود علي البنا. مطالبون نحن ان نتدبر اي القران الكريم وان نتفهم او ان نفهم المعاني التي تحملها. معكم الشيخ موسى عزوني، ننصت اليكم ونستمتع باذن الله ونستفيد بما تقدمه لنا من نفحات في ظلال هذه الايه الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الله عز وجل جعل الوحي المقروء الذي بين أيدينا هو القرآن الكريم، ومنه هذه الآيات البينات، جعلها مفتاحا للانتقال نحو وحي آخر، ألا وهو الوحي المنظور أو المنشور. فأما المصحف الشريف وأما القرآن وأما كتاب الله فهي دلالات مكتوبة، مفاتيح يأخذ بها العقل المستنير، العقل الباحث عن الله، العقل الباحث عن الحقيقة، فيأخذ به وبآياته المقروءة والمكتوبة لينطلق به حيث الآفاق. وهذه الآفاق ليست حكرا على غزية دون غزية ولا عن جماعة دون جماعة، إنما هو ملك مشاع ونفع مستفيض بين الخلائق جميعا لمن أراد أن ينهل شريطة أن يعقلها صاحب العقل المستنير. لأن ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لصنف واحد من الناس، قال لأولي الألباب. والقصد هنا أن الناس جميعا لها هذا اللب ولها هذا العقل ولها هذا الفؤاد ولها هذا القلب ولها كل الجوارح، ولكن الفيصل بين الخلائق هو مقدار تفعيل هذه الجوارح من غيرها، هو تفعيل هذا العقل. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. ولهذا سيد الأولين والآخرين صاحب الرسالة عليه صلوات الله وسلامه قال في ما ذكر في الصحاح: ويل لمن قرأ هاته الآيات، بالذات من أواخر آل عمران، الزهروان، البقرة، وآل عمران، ولم يتدبر فيها. ومعادلتها مرسومة بدقة وبأسلوب ماتع كعادة القرآن في رسم صورة واضحة بالبداية والنهاية. فكل من فعل العقل في الوحي المنظور وفي الخلائق والإبداعات لا يمكن إلا أن يصل إلى إدراك أن ثمة خالق مبدع وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، لتبقى في الأخير قضية التوفيق الرباني. لأن شرح الصدر إنما هو اصطفاء رباني، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس الله عز وجل قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القاسية قلوبهم من ذكر الله قوم رزقوا الجوارح ورزقوا العقل ولكنهم لم يعملوه، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أل الكافر عقل؟ قال: لو كان له عقل لعقل به، أو لعقل به الحق ولا أبصر به. عيب وعار على الآدمي، على المخلوق الذي يعيش في كنف رحمة الله وفيض نعمائه ذات اليمين وذات الشمال، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم هو يأخذ الخير والنتاج لغير الله فيشرك مع الله عز وجل. عندما شرح ابن عباس في حديث ذكره لقمان وهو يوصي ابنه قال: يا بني، وهو يشرح له: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن عباس: قال لقمان لابنه: يا بني، إن مثل الذي يشرك بالله
كمثل ذلك الرجل الذي يعمل في حقل سيده، فقال له سيده: هذا حقلي وهذه داري، فاعمل في حقلي وخذ الناتج لداري. فأخذ العبد يشتغل في دار سيده ويأخذ النتاج لغير دار سيده. فهل رأيتم أظلم من هذا الرجل؟ تأكل رزقه وتشرب من مائه وتستظل تحت ظله وتحت دفء شمسه، وكل هذه المخلوقات سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ثم هذا الإنسان لا يتدبر، لا يتدبر. وإشكالية خطيرة أيها الأكارم، حين يقف الرجل على ساحل البحر المتوسط مثلا صيفا كاملا، ثم هو لا يتدبر أن هذه الكرة الأرضية أكثر من 75% مائية ليست أرضية. من الذي أمسك المياه أن تأتي على الأرض؟ من الذي أمسك دوران هذه الأمواج؟ لماذا الأمواج مالحة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى قال: مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج؟ لماذا الملوحة؟ لماذا هذه المخلوقات؟ لماذا؟ لماذا؟ مجموعة من التساؤلات. ديننا في 15 موضع يعرض إلى السؤال: يسألونك، يسألونك. هكذا الدين، دين التدبر. قال تعالى في الانتقال في الوحي المنظور في حدود 19 موضع: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قل سيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض؟ إذن أفلا ينظرون؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ إن هذه الآيات التي استمعنا إليها بصوت الشيخ علي البنا رحمه الله ماتحة جدا، فعلا لابد أن تتدبر فيها. ولكن من الذي يتدبر؟ قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون. وذكر الله عبادة لم يجعل لها الله سقفا. كل العبادات لها سقف: 5 صلوات، صيام شهر رمضان، 2.5 زكاة، الحج مرة في العمر. لكن الذكر دائما يأتي بالكثرة: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذي يكثر من ذكر الله ويتذكر نعماءه وآلاءه ويتدبر في مخلوقاته، لا شك أنه يصل إلى الحقيقة التي ذكرها: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. مادة التفكر غير الذكر. التفكر جاء بمعنى التدبر والإمعان في الفهم عن الله، ففهمناها سليمان. التفكر بمعنى أنك تعمل هذا العقل، ولك أن تسأل في كل مساحة تريد. ديننا لا يمنع أحدا أن يسأل، بل لا يقر الإيمان المكره: أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال تعالى في شأن أولئك: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النتيجة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خضوع وتذلل لعظمة المعبود سبحانه جل وعلا. إن الإنسان إذا تدبر في هذه الآيات وتفسيرها يطول أخي طه، نريد أن نقف مع المعاني. إن الذي يتدبر بعمق في هذه الآيات وفي مخلوقات الله عز وجل، لا شك وأنه سيذعن إذعان المحب الخائف لمن خاف مقام ولمن خاف مقام ربه جنتان، المعترف بتقصيره، المعترف بذنبه الصغير مقارنة مع حجم ما خلق الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. من أنت أيها الإنسان؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لأن العبرة ليست في وقت الاستقبال، إنما العبرة في وقت الآداء. الإنسان سيعلم ظلمه وجهله حين يقف ليشهد على نفسه: هل أديت أم لا؟ أما وقت الاستقبال فهو برز
فسبق الجبال وسبق المخلوقات جميعا وكأنه بالعريف هو فقط. فيقول له الله عز وجل هل أديت، لكن لا يقول للجبال هل أديت، ولا يقال للبهيمة هل أديت. في ذلك اليوم يقول الكافر حين يرى بأن الحيوان صيره الله تراب، يا ليتني كنت ترابا. إذن آيات الكون وآيات الوحي المنظور هو السبيل الأمثل للوصول إلى فهم ما في القرآن، والقرآن دال لا محالة على ماذا؟ على ما في الوحي المنظور. بارك الله فيك وأحسن الله إليك فضيلة الشيخ موسى على هذه النفحات الطيبة وعلى هذه الفهوم لهذه الآيات الكريمات. أستاذنا الفاضل أستاذ إسماعيل، وأنتم جمعتم بين الخطابة والشعر والإمامة أيضا، أردتم إضافة أي جزئية أو أي مفهوم لهذه الآيات الكريمات قبل أن نستمع إليها للمرة الثانية؟ والله ما قاله الشيخ في الحقيقة أنا أطرب لسماع الشيخ موسى، وأمثله من علمنا وأدبنا وأذاقنا طعم الحرف العربي، فصرنا عشاقا له في دنيا الناس. فقط عندما أسمع هذه الآيات البينات دائما تحضرني جملة من المشاعر التي تهيمن على خواطري، ولعل أبرزها كما تحدث سماحة الشيخ قبل قليل، هذا الكون المنظور هو صفحات يقرأها الإنسان بعينه، وصفحات الكتاب المستور هي كتاب الله الذي أوحاه إلى نبيه، وهذا الكتاب هو في الحقيقة مضارع لما في هذا الكون من ذرته إلى مجرته وإلى ما وراء هذا الكون. فعندما نتأمل هذا النص القرآني نجد أن الله سبحانه وتعالى يعلي من شأن الإنسان في هذا النص، يخاطب العقل، وهذا العقل كثيرون هم الذين يستصغرون أنفسهم من بني الإنسان ولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم، ومناط هذا التكريم هو العقل. لذلك هذا التكريم الإلهي للإنسان من خلاله يجب على الإنسان أن يعرف قدره بين يدي خالقه. ولذلك قال أحد الحكماء، وجئت مستضافا في هذه الحصة باعتباري شاعرا ابتداء، قول شاعري دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك خلق صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فهذه دعوة للتأمل، تأمل ما في صفحات هذا الكون الفسيح، تماما كما قال القائل تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. والإنسان كريم في القرآن سواء كان مسلما أو غير مسلم، الإنسان مخاطب قيمة إنسانية خطبه الله عز وجل، خطب فيه العقل، خطب فيه الروح، خطب فيه الحس، وهذه المحسوسات وهذه الروحانية الطافحة في دنيا الناس لابد أن يعلم الناس أنها وحي في ديننا وفي كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام القائل لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، لأن الذي يسلم لا يكون كاذبا على الله، يعتقد وجوده بالأدلة. قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم. وفي مشهد آخر يخاطب العقل، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. مسافات الزمكان مطوية في تلافيف عقل الإنسان، وهذا سر التكريم، ولابد على الإنسان أن يعلم وأن يعرف وأن يستيقن بأنه مخلوق كريم على الله تبارك وتعالى. فهل فهم الناس أنهم مكرمون وأن الله عز وجل قد أعطاهم قدرا لا يجدونه في غير نصوص كتابه الموازية لصفحات هذا الكون؟ فنسأل الله عز وجل
من خلال نور هذا الكتاب الخاتم الجامع أن يخرجنا من ظلمات الوهم وأن يكرمنا بمعرفة العلم. أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم أستاذ إسماعيل على هذه الإضافة القيمة. قبل أن ننتقل إلى أستاذ يوسف والتحليل النغمي، ننصت للمرة الثانية للآيات الكريمات من سورة آل عمران تجويدا بصوت المقرئ الشيخ محمود علي البنا، لننصت. صدق الله العظيم، استمعنا إلى هذه الآيات الكريمات من آل عمران لصوت الشيخ محمود علي البنا. أستاذنا الفاضل أستاذ يوسف، بداية من هو الشيخ محمود علي البنا؟ إذن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن تحية إليك أخي طه، أجدد الترحاب بالشيوخ الأفاضل بشاعرنا وأستاذنا بالأستاذ طارق جنان الحاضر معنا اليوم. أستاذ محمود علي البنا هو من كبار ومن أشهر القراء في العالم الإسلامي. ولد عام 1926 وقد كان سفيرا لأهل القرآن الكريم، وقد ترك ثروة لتلاوة القرآن الكريم، ثروة هائلة من التسجيلات إلى جانب المصحف المرتل الذي سجله سنة 1967، والمصحف المجود أيضا في الإذاعة المصرية، كما كذلك سجل مجموعة من المصاحف المرتلة في مجموعة من الدول العربية والإسلامية. وقد كان نائبا لنقيب القراء الذي النقابة تأسست عام 1984، كان نائبا منذ نشأتها وقد ساهم في إنشائها أيضا، وتوفي رحمه الله عام 1985 عن عمر ناهز 74 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. استمعنا في البداية إلى تلاوة مباركة للشيخ من نغمة الصبا بمرتبة التدوير القريب من الحضر، يعني سريعة شوية نوعا ما، وهي تلاوة مقتطفة من أحد مصاحفه المرتلة التي سجلت بالإذاعة. في المرة الثانية استمعنا إلى الشيخ تجويدا أو تحقيقا، وهي تلاوة مأخوذة من إحدى الجلسات القرآنية التي كانت تقام آنذاك، وكأن التلاوة لم تكتمل، لم نستمع إلى كل التلاوة، لكن لا بأس يعني بما استمعنا إليه. أود أن أنبه أن الشيخ كذلك كان من رواد المدرسة التصويرية في تلاوة القرآن الكريم. لاحظوا قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هنا أخذ اللفظ الذي يدعو إلى النداء فقال: فرفع الصوت في شدته ودرجته، فحقق معنى النداء في من خلال جانب الصوتي أو النغمي في التلاوة. وقد قرأ الآيات في المرة الثانية يعني المحققة من نغمة الرصد. بارك الله. نعم. شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة والمهمة جدا عن الشيخ وعن قراءته لهذه الآيات الكريمات. أستاذ طارق معروف بالابتهالات والجميلة التي كنا نتابعها، وذكرنا ذلك في حصة ماضية في تلفزيون الجزائري قبل أزيد من 10 سنوات، لذلك هذا الصوت جميل ومألوف. هذا التخصص أستاذ كان بمحض الإرادة أو يعني هو يعني اختيار من خلال الصوت، يعني نوعية الصوت يختار المنشد ما يريده، هل سيكون يعني أو يؤدي الأناشيد أكثر أم يتخصص في الابتهالات والمواويل ممكن؟ أستاذ هو لكل حال بمحض الإرادة. نعم. احنا شفنا كانت سنوات التسعينات والثمانينات كنا نستورد الابتهالات ونستورد المدائح الدينية من الدول العربية، ثم سبقونا في هذا. كانت فكرة قلت أنا ولما لا نجرب لعل وعسى. كانوا معنا ثم في مديرية إنتاج أصدقاء، عرضت عليهم المشروع الأول. نعم. كان في معظم في التسعينات بعد الجينيريك اللي درناه تاع إذا حان وقت الغروب فافطر. نعم. عرضت عليهم، كانوا قبلوا رحبوا الفكرة، درنا إن شاء الله التجربة الأولى وكانت ناجحة ما شاء الله. نعم. وزدت أنا مشيت في ذاك السياق مع بعض الإذاعات المحلية، إذاعة بسكرة الجهوية. وكان ثاني احنا في الأردن في سنوات التسعينات في 98 كنت ثم شاركت في احتفالات لجنة الملك حسين الله يرحمه. كنت عرضت عليهم في مشروع آخر. نعم. كنت ديت معي المشروع
مدته لقسم الانتاج كان رحبوا فكره وقبلوه وخدمناه ما شاء الله دوكا ويدور في الاردن وفي الكويت انا شفته. نعم الله يبارك ما شاء الله. نحن اكيد سيدنا سيد طارق لن نتركك تتحدث كثيرا في برنامجنا بل سنستفيد اكثر ونستمتع بصوتكم الجميل. تفضل في اول موال في هذه السهره بعنوان اظن يا رحمن يا رحيم هكذا. شكرا. تفضل استاذ. شكرا.
إن عاش للقرآن ما سعد الإنسان إن عاش للقرآن هيا صديقي هيا صديقي هيا صديقي فذا صديقي فذا طريقي هيا إلى الجنان يا رب يا رحمن يا رب يا رحمن شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيك، أمتعتنا بهذا الصوت الجميل وبهذا الأداء المتميز أيضا. أستاذ يوسف لديكم تعقيب؟ نعم أكيد أكيد. إذا أستاذ طارق شرفنا اليوم كذلك بالحضور. هو أستاذ طارق معروف كمنشد مبتهل، أنت يقدم أعمال غنائية وإنشادية بطريقة مرتجلة. أود أن أضيف نقطة، كنتما قد تحدثت في قبل أن يؤدي الأستاذ مواله عن نوعية الصوت، عن طابع الصوت، عن الموال، عن الابتهال، هذه المصطلحات التي ربما فيها نوع من الخلط نوعا ما. أريد أن أوضح بعض المصطلحات حتى يتسنى للمشاهد الكريم أن يتعرف على خبايا هذه المصطلحات. بداية نتكلم عن نوعية الصوت، أن الأستاذ طارق لم يختار نوعية صوته يعني بنفسه، فالله سبحانه وتعالى يعطينا ما يسمى بالطابع الصوتي ولا التمبر فوكال. كل واحد فينا عنده بصمة صوتية خاصة به. الآن لما يستخدمها لتلاوة القرآن أو للإنشاد أو لرفع الأذان أو غيرها سنستمع إلى صوته، لكن أن شخصية الأداء إلى غير ذلك هذا أمر مكتسب، يأتي من حجم استماعه، من تربيته، من مدرسته النغمية التي تأثر بها إلى غير ذلك. بالنسبة للموال والابتهال، طبعا الابتهال هو مصطلح شاع للتعبير عن الغناء الديني المرتجل، يعني الذي يتضمن مضامين روحية غير أنه يأتي بدون إيقاع يعني هكذا. والأصح أن نقول موال، لأن الموال هو ذلك الغناء المرتجل الذي لا يصاحبه إيقاع أو لا ينصح تعبير يعني غير مقيد بأوزان هكذا. ولكن بالنسبة للابتهالات يعني تضمنت مضامين دينية، هذا هو كموضوع نستطيع أن نقول عن الابتهال أنه موضوع، وأن نبتهل الله عز وجل، أن ندعوه، أن نتضرع إليه إلى غير ذلك. ولكن الموال هو الذي يقابله في عندنا في المغرب العربي بصفة عامة وفي الجزائر خاصة ما يسمى بالاستخبار، هو ذلك الغناء أو الإنشاد الذي لا يصاحبه إيقاع، وإن كان هناك موجود إيقاع أو ألحان معينة فيأتي طبعا تأتي كخلفية أو كأرضية بالنسبة لهذا الموال أو هذا الاستخبار. والموال في الأخير هو شكل غنائي قد يأتي مرتجلا وقد يأتي ملحنا أيضا، فيستطيع أن يكون موال يعني كشكل غنائي قائم بذاته، عنده بداية، عنده نهاية، عنده مسار نغمي معين، وقد يأتي خدمة لموشح أو لأنشودة، يعني يأتي في المقدمة مثلا، قد يأتي في الوسط ربما من أجل يعني من أجل التنويع ومن أجل التلوين النغمي إلى غير ذلك. فالأستاذ طارق عرف بهذا الشكل، خاصة مثل ما ذكرتم في المناسبات مثل يعني شهر رمضان الذي كنا نستمع إلى ابتهالاته التي كان يقدمها في التلفزيون الجزائري. بارك الله فيك على هذه الإفادة القيمة. شكرا جزيلا لكم أستاذنا الفاضل أستاذ يوسف. أستاذ إسماعيل، جئتمونا شاعرا طبعا إلى برنامجنا، نستمع إلى ما تختارونه من القصائد في هذه السهرة، تفضل.
الحقيقة عندي قصائد كثيرة، لكن آخرها ما كتبته في المسابقة التي أقيمت في من خلال الإذاعة الوطنية في مسابقة المنارة الشعرية في وصف الجامع. وقبل أن أقرأ شيئا من هذه القصيدة، أحب أن أقدم لها بأبيات لأمير شعراء شمال إفريقيا. لأنني دائما أقول للإخوة حينما يتحدثون في مثل هذه المنابر، يجب أن لا نشغل الأمة عن الأعلام. نحن في بداية الطريق، وهناك من سلك الطريق، ولابد أن نحيي في الأمة هؤلاء الذين ساروا من هنا. بارك الله فيك. محمد العيد رحمه الله فلتة من الفلتات في الذوق وفي عشق الحرف العربي. فهذه الحصة تعتني بالقرآن وبحديث الروح. يقول محمد العيد رحمه الله: أنفقت وقتي في هدى فيه النفائس تنفق، أتذوق القرآن قوت الروح ما أتذوق، أتلو الكتاب مصدقا إن الكتاب مصدق، لا سفر أعمر منه في شتى العلوم وأعمق، لما لا أزاول درسه وأنا اللبيب الأحذق. هذه دعوة الشيخ محمد العيد لنا جميعا في مثل هذا المقام وفي هذا المنبر. المنارة الشعرية، أنا سميت القصيدة منارة الشعر الفصيح، وفيها 40 بيت. أستهل القراءة بالعشرين الأولى من هذه القصيدة على أن نواصل قراءتها من خلال هذه الحصة. وشاكر لكم الدعوة للمرأة الألف، وأحس بسرور منقطع النظير وبدفء وأن وسط هؤلاء الأعلام من خلال هذا الفضاء الإعلامي. قلت في القصيدة: ملكت من الربع الخصيب رحابا، تاهت علا في الناطحات سحابا، خرجت من الرحم الكبير يتيمة تسمو وتطرق في المعارج بابا، فرأيتها صرحا تعاظم شأنه حذو النجوم وللشموخ ركابا، قولوا إذا شئتم عليها بسمة عبرت شفاها الناطقين صوابا، فلكم أبوا ألا تكون منارة تعلو الصروح صوامعا وقبابا، لكنها كانت رغام أنوفهم كانت بحق للعزيز جوابا، كتبت به الأقدار أن أمة تهوى المعالي فقرؤوه كتابا، ومنارة الشعر الفصيح جمانة سلبت عقول العاشقين لبابا، فتفجرت حسا تدفق بوحه بين الفحول معسلا ورضابا، سكبت بأعماق النفوس حنينها تروي قلاع العابرين إضابا، دبجت أوراق الوصال لأجلها وبعثتها عبر الفضاء ربابا، فجمعت أنفاسا تخلد ذكرها أوثقتها عقدا فحست نصابا، حطت ببطحاء القلوب وأضرمت، حطت ببطحاء القلوب وأضرمت لهب الغرام وأرسلته شهابا، رشقت سوادا للعيون بلحظها فغدا الفؤاد متيما ومذابا، رشقت سوادا للعيون بلحظها فغدا الفؤاد متيما ومذابا، فنسجت من وهج الحروف قصيدة كسيت بأوزان الكمال ثيابا، وبنيت من كنه الحقيقة بيتها أجدو به ملء السماء قرابا، وبدت من الأفق البعيد منيعة وتبوأت عرش الجلال مهابا، فيحيطها عزم الرئيس عناية ويحفها أنس فكان حجابا، وغدت مقاما للأمان وموطنا يذكي جموع الزائرين ترابا، محمودة النسب الشريف أصيلة بعثت من الزمن الطويل غيابا.
شاء الله. بارك الله فيك، احسنتم، جزاك الله خيرا على هذه القصيده الرائعه جدا. اكيد كلنا شوق لاستماع لما تبقى من هذه الابيات بعد قليل. الى استاذ يوسف مباشره نستمع الى وصله شهاديه، تفضل، ما الذي اخترته لنا اداء اليوم؟ نعم، الوصله هذه التي او العمل النشيد سيقدمه يا الله ودعاء لله عز وجل، يتضمن خماسية من الخماسيات التي نظمتها يعني عندها زمن. هذه الخماسية جاءت من مواضيع شتى، من بين هذه الخماسية التي أقول فيها: دعوتك يا رب أبغي الرضا ولطفك عند نزول القضاء، أخاف العقاب وأرجو الثواب وأسألك العفو عما مضى، فكم كنت في غفلتي معرضا. قد زرعك لا إله إلا الله.
بوركتم واحسنتم استاذ يوسف سلطاني، شكرا جزيلا لكم، امتعتنا بهذه الوصله تتضمن الدعاء. ويقول الشاعر: ولتسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تحجب، الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. استاذنا وشيخنا الفاضل، كما ورد اظن حتى في الاثر ان الله تبارك وتعالى يغضب حين لا يساله العبد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفت انتباه المؤمنين إلى جزئية قد تغيب عنهم في قضية الدعاء. قال: أنا لا أحمل هم الاستجابة، إنما أحمل هم الدعاء. ومعنى هذا الكلام أن الدعاء من المفروض أن يسبق بحالة تحضير لهيئة الدعاء وللحالة النفسية ولفعل بعض الأمور التي يتطلبها أن ترفع يدك، ولكن يتطلب منك المقام أن تقوم بفعل خير، أن تعجل إلى ربك بطاعة، أن تبذل شيئا من الخير، دليل على أنك أعلنت الإنابة، ومنها معاني الأواب الرجوع، والرجوع هو إقلاع، ومع الإقلاع أن تتبع السيئة الحسنة، فأن تباشر مباشرة في فعل تسبيق فعل خير ثم الدعاء بعد ذلك، ولا تنتظر فقط لماذا لم يستجب. جاء في الحديث: يستجاب للعبد ما لم يعجل أو يستعجل. عدو الدعاء ماذا؟ العجلة. ونحن ربنا عز وجل ذكر كلمة الباقيات الصالحات في سورة مريم وفي سورة الكهف. فأما سورة الكهف بالذات التي أرمي إلى الاستدلال بها، فقد ذكرت: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال أهل العلم: هو ذكر الله وحسن الصنيع والحمد والتكبير والتهليل، وقول المؤمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو الله أكبر. لكن سياق الآية جاء بين ماذا؟ بين قصة صاحب الجنتين الذي قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وبين ويوم نسير الجبال. فالله عز وجل قال لنا: الذي يفنى هو كل نعيم في الأرض، والذي يفنى هي الجبال الرواسي، ويوم نسير الجبال يعني الجبال يذرها قاعا صفصفا وتكون كالعهن المنفوش. لكن الباقيات ما هي؟ هي هذا التضرع، هو هذا الدعاء، هو هذا الخضوع بالقول، هي حالة السجود، سجود واقترب، أن تلتصق طينة بطين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وأن تسمو الروح بعد أن تلتصق الطين بالطين، وأن تضع أشرف ما تملك على الأرض. وإذا وضعت أشرف ما تملك وهو الوجه على الطين، فأبشرك بأنك لن تضع وجهك أمام أعتاب أحد وفي أي محطة أخرى، لأن الساجد الراكع المتضرع لله لن يعبد مع الله أحد، لن يشرك بالله عز وجل من خضع لله سبحانه وتعالى. ثم قضية الدعاء أيها الإخوة، قضية الدعاء، ربنا عز وجل قال في سورة الرعد: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. ما أجمل أن يضرب الله الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول: مثل الذين استداروا بعقولهم وبرؤوسهم نحو دعاء الغير وأشركوا معي، إنما مثلهم كمثل الذي يعيش حالة الظمأ، فإذا وصل مورد الماء وضع يده في الماء وانتظر أن يسقى، كيف يصعد الماء دون تحريك اليد؟ كذلك إنكم تدعون أصناما وتدعون أولئك الذين
يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فحالة الظمأ باقية لأنهم لم يخلصوا الدعاء بل أشركوا في الدعاء، لهذا حالتهم استحالة أن يصعد الماء دون تحريك اليد. فكذلك الإنسان عليه أن يقبل بقلبه لله عز وجل وأن يستفرغ الجهد في أن يكون حاضرا بجوارحه بقلبه لله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، نحن 17 مرة ندعو الله بأننا بعد أن علمنا علم يقين بأنك رب العالمين وبأنك الرحمن الرحيم فإننا نعبدك، ولكن نحن نستعين بك، ندعوك 17 مرة في فاتحة الكتاب، في مثاني الكتاب، في سورة الفاتحة، في سورة الحمد، نستعين بك يا الله أعنا. ولا دين بدون دعاء، الدعاء مخ العبادة. بارك الله فيك، فتح الله عليك شيخنا الفاضل على هذه الدرر الغالية حول موضوع الدعاء، وكلنا يدعو سواء نثرا أو شعرا أو حتى صوتا جميلا مثل الأستاذ طارق سيمتعنا بموال بعنوان في ظل رحابك. تفضل أستاذ طارق. شكرا. قد أقبلت في ظل رحابك ربي، قد أقبلت في ظل رحابك خاشع الطرف لدى نور شهابك ربي، قد أقبلت في ظل رحابك خاشع الطرف لدى نور شهابك خاضعا نفسي ذليلا خاضعا نفسي ذليلا صاغرا وفؤادي يجذو ببابك ربي كم بكى كم بكى في سجداتي كم بكى يا رب في سجداتي يرقب
يذوب الغفران يوم الظما وهو يرجو الورد من فيض شرابك ربي لن يهديني في حيرتي ربي وسناء من كتابك ربي قد أقبلت ربي قد أقبلت ربي قد أقبلت في ظل رحابك ربي أقبلت في ظل رحابك. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيك على هذا الصوت الجميل. شكرا. وعلى هذا الأداء أيضا. أستاذ إسماعيل، نحن كلنا شوق إلى استماع ما تبقى من قصيدتكم، نستمع إليها فيما بقي لنا من دقائق في هذه من عمر هذه السهرة، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. محمودة النسب الشريف أصيلة، بعثت من الزمن الطويل غيابا، لا شبر فيها قد يحن لغاصب، من بأسها ذاق اللئيم عقابا. اللئيم هنا شارلوكان، تكسرت السفن على صخور المحمدية بحمد الله. لا شبر فيها قد يحن لغاصب، من بأسها ذاق اللئيم عقابا. رجعت إلى الأصل الكريم أبية، وتقلدت وضح النهار جنابا. ظهرت من السعي الحثيث عتيدة، سلكت به درب الخلود شعابا. فلكم تشوق للسمو أساسها، فبدا البناء مشيدا ومجابا. وتحرر الأمل المزمجر بالدجى، أضحى به حلم الدخيل سرابا. الكاردينال لافيجري. وتحرر الأمل المزمجر بالدجى، أضحى به حلم الدخيل سرابا. وتهللت إثر الوفاء بدينها يوم القضاء، وأودعته حسابا. نزلت بساح العابدين سكينة، عتقت بأنوار السلام رقابا. ولكم تطلع للربيع زمانها، صار الربيع مآسيا وخرابا. وفشى بأقوام فأفسد صفوهم، وأذاقهم ريب المنون عذابا. رشف المقام من الربيع جماله، ورمى الأسى لا يرتضيه مآبا. شد السلام إلى الجمال رحاله، سكن القلوب تعطشته خطابا. وتعطر البيت المقدس سره، جمع البصائر ترتجيه مثابا. فسرت بأغوار السكون مهابة، ملكت زمام القاصدين ثوابا. إن السلام لنعمة قدسية، حلت بربع فاحتوته رحابا. يممت خطوي إذ ملكت يمينه، وبلغت من قطع المسافة قابا. وسعيت للبيت الكبير ملبيا، متجاوزا بين الدروب صعابا. وعبرت زمزم والبقاع تجملا، عزيت في الأقصى الشريف مصابا.
القصيدة التي لا يذكر فيها مع جامعنا المسجد الأقصى لكانت في دنيا الناس. وسعيت إلى البيت الكبير ملبيا متجاوزا بين الدروب صعابا، وعبرت زمزم والبقاع تجملا، عزيت في الأقصى الشريف مصابا، رويت من فيض الشعور خواطرا، وسقيت من عين الصفاء شرابا، وقصدت من عمق الجزائر مسجدا هز النفوس تفيأته متابا، فحملته بين الضلوع مفاخرا، فتجاوز الصرح العظيم قصابا. بارك الله فيك. شكرا، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم على كرم الإصغاء. ما شاء الله، ما شاء الله، رائعة. مما يعني من أفضل وأروع ما يسمع الإنسان أفكارا وبلاغة في اللغة أيضا. شكرا جزيلا لكم. حان وقت توديع هذه الوجوه النيرة، كان بودنا أن نستمتع ونستفيد أكثر منكم ومن حضوركم، لكن سيف الوقت دائما يقطعنا في الأزمنة الجميلة. شكرا جزيلا لكم أستاذنا الفاضل أستاذ يوسف سلطاني على كل جهودكم في إنجاح طبعا هذا البرنامج. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الذي جاءنا من سكرة طارق جنان، وكل ما أمتعتنا به شيخنا الفاضل شيخ موسى. شكرا جزيلا لكم على حضوركم وعلى إفادتكم لنا. أستاذ إسماعيل سعدي شكرا جزيلا لك، لعل إن شاء الله تجمعنا فرص أخرى نلتقي لنستمع ونستمتع بهذا الشعر الجميل. الشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء على كرم الإصغاء والمتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا للفرقة التقنية التي رافقتنا في هذه السهرة أجدي سانك. شكرا للمخرج محمد كمال حمزة وللمساعد سعيد محروق. وفي الأخير أقدم لكم تحيات المشرف العام للبرنامج حاج محمد عوادي. ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس هذا الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Peace and joy.